دعونا نبدأ مع هذا المقطع المصور الذي سيكون مصحوباً بتعليقنا الآن. في هذا المقطع طبعاً مصور عن عشيرة تتار قرية التطران في ناحية قرتبة، وهي ناحية موجودة في محافظة ديالى، حيث تم هدم القرية وتهجير أهلها واعتقالهم من قبل قوات البشمركة الكردية. طبعاً هذا المقطع وصلنا عبر نافذة أنت ترى من أحد المواطنين المهجرين، والذي بدوره وصف الحدث بالجريمة النكراء.